في ألمانيا تحدث المستشارة أنجيلا ميركل محتجين حاولوا التشويش على كلمة ألقتها وسط حشد انتخابي بإطلاق الصافرات وترديد هتافات ساخرة منها في مدينة كويدلنبورج، قائلة لهم أن الصراخ لن يحل مشاكل ألمانيا. وواصل المتظاهرون الرافضون بشدة لسياسات المستشارة الألمانية بشأن الهجرة ترديد هتافات مثل اذهب إلى المسلمين أو ارحلي يا ميركل طوال الكلمة التي استمرت 30 دقيقة، وحادت ميركل عن نصر كلمتها 3 مرات. ورغم تقدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل بفارق كبير في استطلاعات الرأي على الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فأن بعض الناخبين المحافظين غاضبون لأن ميركل فتحت حدود ألمانيا أمام أكثر من 1 مليون لاجئ منذ أواخر 2015. أيها السيدات والسادة، آمل أن تكونوا قادرين على فهم ما نقوله هنا. لكل واحد منكم صوت، ولكن الصراخ لن يحل مشاكل ألمانيا كما تعتقدون.